إننا نعيش في عالم كبير للغاية، ونحن جميعاً مختلفون، شعوب مختلفة، فرص مختلفة، وأنماط حياتنا مختلفة. المدن الكبرى تخوض العديد من التحديات، إلا أن التكنولوجيا المتطورة توفر حلولاً للتعامل مع هذه التحديات لجعل الحياة في المدن سهلة ومريحة وآمنة. وهنا في السلطنة، بكل ما تحمله من جمال وحضارة، نقوم ببناء مجتمع مسؤول مرتكز على المعرفة المستدامة. إننا نبني المستقبل لكل الموجودين على أرض السلطنة، سواء كانوا مواطنين، رواد أعمال، رجال أعمال، زوار، مسؤولين حكوميين. الحكومة المبدعة هي حكومة متطورة تمضي للأمام وتكسر الروتين، وتستطيع أن تكون دائماً الرقم واحد بكونها الأقرب والأكثر فعالية للمواطنين والمؤسسات الحكومية على حد سواء. استثمر بسهولة، بوابة واحدة متكاملة لقيادة عجلة التحول الإلكتروني لكل الخدمات الحكومية. مرحلة جديدة للتعامل مع الحكومة، كل الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية متاحة لك عبر حساب واحد في متناول يديك، أينما كنت على أرض السلطنة أو في أي مكان في العالم. خدمة حجز الاسم التجاري، خدمة تجديد الاسم التجاري، خدمة تجديد السجل التجاري، ترخيص الأعمال الإنتاجية الفردية داخل المنزل، خدمة تفويض منشأة تجارية، دفع الرسوم، خدمة الطلبات الخاصة بي. وذلك من خلال توفير قنوات تواصل متعددة مثل أجهزة الكمبيوتر والكيوسك والهواتف والهواتف المحمولة. وإذا كان لفكرة واحدة القدرة على إحداث تغيير ملحوظ وترك بصمة إيجابية على حياتنا، فإنه لا حدود لما يمكننا تحقيقه من أهداف للرقي وإحداث تقدم لوطننا الحبيب. المشروع الأول في عمان لاحتضان الحوسبة السحابية، أكثر من 70 خدمة إلكترونية سيتم تدشينها على مدار عامان، نافذة واحدة على مدار 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً. تسريع الإجراءات للعملاء بشكل أكثر شفافية، وإمكانية تتبع حالة الاستمارة إلكترونياً للمعلومات والمعاملات. الإجراءات لموظفي وزارة التجارة والصناعة واضحة ومباشرة. تحميل واستخدام مجموعة واسعة من التطبيقات ستجعل مهامهم اليومية أكثر سهولة. خفض النفقات العامة الإدارية بتحسين فعالية النظام. دورات تدريبية لتسهيل الفهم الكامل للتقنيات والتكنولوجيا المستخدمة لزيادة كفاءة التعامل. تشجيع المزيد من الاستثمارات في السلطنة. كلنا نشارك، كلنا مسؤولون. الحكومة الإلكترونية أسلوب حياة، تحول مجتمعي، ومساهمة منا لبناء مستقبل أفضل من خلال شركائنا الرئيسيين. بوابة واحدة لخدمات حكومية تأتي إليك حيث أنت. والحكومة الإلكترونية أمر متعلق بالتغيير والتحول. هناك الكثير من التغيير الذي لا يتوقف في طريقة العمل وفي طريقة مقابلة الجمهور والمواطنين. استثمر بسهولة. Thank you.